على الطريقة السينمائية في مشهد تبادل للعملاء والجواسيس ما بين كوريا الشمالية والإم آي 6 في سنة 1953، وبيتم تبادل وبيروح من كوريا الشمالية كانوا مسجونين 3 إلى جهاز المخابرات البريطانية ومنهم جورج بليك. الحقيقة إن الموضوع ابتدى من اجتياح كوريا الشمالية في سنة 1950، وتم القبض على جورج بليك ومعاه 2 كمان، وهم كانوا بيمثلوا دبلوماسيين. الظاهر ان كان جورج بليك كان عبارة عن دبلوماسي ونائب القنصل، ولكنه في الحقيقة هو كان مدير المكتب الاستخباراتي الام اي 6 في كوريا، وتم سجنه لمدة 3 سنوات. ولكن السؤال اللي كان شاغل بال البريطانيين مع جورج بليك لما تمت عودته إلى بريطانيا هو: هل الشيوعيين من كوريا الشمالية اكتشفوا إنك أنت تابع للإم آي 6 والمخابرات البريطانية؟ ولكنه كان بيجزم دايما في كل مرة لأ، ما حصلش. واللي ساعده على كده إن كانوا الاتنين المساجين اللي معاه كانوا بيأكدوا إن جورج بليك كان صامت جدا جدا، وكان مصدر إلهام قوي ليهم إن هم يصبروا ويستحملوا. وبعد كده أخد فترة من الراحة وراح على هونغ كونغ عشان يستجم، في الوقت اللي هو كان البريطانيين بيعدوا إن جورج بليك يكمل مسيرته في المخابرات البريطانية وبيعدوه لمهام تانية. كان في اللحظة دي قاعد مع جهاز استخبارات الكي جي بي. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بكم في القناة. النهاردة بنتحدث عن أشهر جاسوس في العالم، وهو جورج بليك، اللي توفى في 2020 في شهر ديسمبر من فترة بسيطة جدا. وهو أشهر جاسوس في العالم وتوفى عن عمر 95 سنة. أشهر جاسوس في العالم مش لأنه هو عميد الجواسيس الوحيد اللي كان عايش من الحرب الباردة، بل أنه كمان الإنجازات اللي عملها كانت قوية للغاية وكانت غير عادية بصراحة. جورج بليك اتولد في سنة 1922 في هولندا من أسرة يهودية، وهو اسمه الحقيقي أصلا جورج بيهار، ووالده وعائلته من عائلة يهودية كانت في هولندا. ولكنه بعد ما مات أبوه في عمر كان 14 سنة أصر أنه هو يجي هنا في مصر، وراح هنا عند جدته في مصر وهو عنده 14 سنة، ودرس في القاهرة هنا في المدرسة الإنجليزية هنا في القاهرة، وخاله أيضا كان قاعد هنا في مصر. الكلام ده لما بنقول اتولد في سنة 1922 و 14 سنة، يعني بنتكلم في سنة 1936. خاله كان اسمه هنري كورييل، وهنري كورييل مش كان بس عبارة عن أحد القادة من الشيوعيين اللي موجودين هنا في مصر، بل إنه كان عميل نشط لجهاز الاستخبارات السوفيتي. ومسكوا بقى هنري اللي هو خاله هنري كورييل، وابتدى يزرع فيه مبادئ الشيوعية ونظم الشيوعية والماركسية، وإلى أنه عاد وبعد 4 سنين إلى أمستردام. ولكن في سنة 1940 حصل الاجتياح النازي على هولندا، أمه وأخواته البنات هربوا على إنجلترا، هو فضل قاعد هناك في إنجلترا علشان يقاوم. وكان الاسم الحركي ليه كان اسمه ماكس دوفري، ولكن الجستابو عرف بيه وفضل يطرده. تنكر في زري أحد الرهبان وراهب كده صامت لا يتحدث أبدا، وقدر إن هو يوصل إنجلترا. ولما وصل إنجلترا تطوع هناك في السلاح الملكي البريطاني، وكان بيأمل وبيطمح إن هو يكون في المخابرات البريطانية. ولكن هو الحقيقة لا ودو مقاتل ولا ودو مخابرات بريطانية الام اي 6، الكلام ده احنا بقى بنتكلم في بدايات جورج بليك، ولكن حطوه في أعمال مكتبية. في الوقت ده حب واحدة سكرتيرة في الام اي 6 كان اسمها اس بيك، واس بيك ما كانتش مجرد بتشتغل في المخابرات البريطانية، بل كانت مقربة جدا كمان للملكة اليزابيث، وكانت من عائلة كبيرة وعائلة مرموقة جدا في انجلترا، ارستقراء بقى او كده.
فحبها وحبوا بعض، راح يتقدم لها: ايه ده انت يهودي؟ لا طبعا ما ينفعش. اسبك قعدت تتنطط لاهلها: انا عايزاه. قالوا لها لا يعني لا. وطبعا جورج بليك احبط احباط كبير جدا. جورج بليك هو عبارة عن شيوعي وليس صهيوني، احنا هنا بنتكلم عشان ما حدش يدخل الامور في بعض بعد اذنكم. جورج بليك من هنا طبعا من جواه مبادئ الشيوعية، واصبح ناقم بشكل كبير جدا على المنظومة بتاعت انجلترا، المنظومة اللي بتعتبر فيها تفرقة، واصبح من جواه ضغينة كبيرة جدا. إلى أن أتيحت ليه الفرصة في سنة 1945، بعد كده تم إلحاقه في المخابرات البريطانية، وراح في أول مهمة كانت في هامبورغ مع فريق ومع طاقم، ونجحت المهمة، والمهمة اللي بعدها في سيول على أساس أنه هو دبلوماسي ونائب القنصل، ولكنه كان عبارة عن وجود مكتب الاستخبارات البريطاني كان في سيول، ولكن حصل الحرب الكورية والاجتياح الكوري في سنة 1950 وتم القبض عليه وتم التسليم في سنة 1953. وكان هو في خلال الثلاث سنين دي الغريبة انه هو ما كانش عنده نسبة تردد من انه يرجع تاني بريطانيا وينتقم من البريطانيين. ده اللي كان جواه، كان كل اصبح انتمائه الكامل للشيوعية رقم واحد، رقم اتنين لكراهيته للبريطانيين والنظام البرجوازي والارستقراطي اللي عامل طبقية بالشكل ده. ولما رجع في سنة 1953 الى انجلترا حطوه لمدة سنتين اتنين في أعمال مكتبية، تقدروا تقولوا إن هم بيشوفوا حالته النفسية، ولكن في سنة 1955 تم إلحاقه على برلين. وبرلين بقى في الوقت ده كانت عبارة عن ملتقى لعشرات الوكالات الاستخباراتية، وكان الـ CIA والـ MI6 كانوا الاتنين الود ما بينهم، تقدروا تقولوا الاتنين مكتب واحد، فكان هو يعتبر تبع الـ MI6 والـ CIA. في نفس الوقت جورج بليك عثر على كنز معلوماتي خطير جدا، وهو ان الامريكان والبريطانيين بيحفروا في نفق تحت الارض علشان يقدروا يعملوا تنصت على المكالمات التليفونية الخاصة بالشيوعيين والاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية كاملة عن الاستخباراتيين والدبلوماسيين والعسكريين. كان الاتحاد السوفيتي متأكد وضامن انه بيعمل عملية تشويش قوية جدا على المكالمات، ولكن الفنيين في CIA قدروا يتوصلوا لنظم جديدة ان هي تقدر تلقط المكالمات رغم التشويش، ويقدروا عن بعد بتسجيل تلك المكالمات. والبريطانيين كانوا شايفين ان ده نجاح كبير جدا هما والامريكان. السوفييت عرفوا المعلومة الكبرى دي من جورج بليك بكل تفاصيلها وأماكن النفق وهكذا، ولكن السوفييت مش عايزين يوقعوا جورج بليك في مشكلة، ما هم لو وقفوا النفق وقبضوا عليهم يبقى في حد المصدر ده هو اللي بلغ. لا، سابوهم يعملوا النفق ويدفعوا التكاليف والمصاريف الكبيرة، وبقوا بيتعمدوا السوفييت ان هم ما يدوش معلومات قوية. خلاص اتقفلت نقل المعلومات عن طريق شبكة الاتصالات دي، فالامريكان محتارين، هم السوفييت ما بيطلعوش في المكالمات دي معلومات قوية زي الاول ليه؟ ولما التساؤل ابتدى السوفييت مرضوش ان التساؤل ده ياخد وقت زيادة عن اللازم، راحوا معاملين جايبين قال يعني الموضوع عجيب الصدفة، وان هم السوفييت اكتشفوا بالصدفة وراحوا مقفلين النفق. وجورج بليك كمان اصبح الفرخة بكشك، ده نقل 44 اسم عميل للCIA والMI6 داخل الاتحاد السوفيتي، عملاء نشطين للمخابرات البريطانية والامريكية بيشتغلوا جوه الاتحاد السوفيتي، فتم القبض على ناس كتيرة. فلما تم القبض على ناس كتيرة مبلغ ب 44 عميل،
فاعل ونشط. الموضوع كان فيه ريبة وكان فيه شك، وابتدت العين قوية قوي على جورج بليك، إلى أن تم القبض على عميل ألماني كان بيشتغل تبع للاتحاد السوفيتي الكي جي بي، والعميل الألماني أدلى وصرح أن جورج بليك بيشتغل تبع الكي جي بي. ولما تم استجواب جورج بليك أعلن تماما بكل ثقة، حرب نفسية قوية جدا يا جماعة، قال لهم أساسا الموضوع أن أنا كنت بتعمد أعمل كده، أن أنا بظهر تعاطف نوعا ما مع الكي جي بي قدام بعض العملاء الآخرين علشان أعرف أكشف كويس العملاء المزدوجين. وجورج بليك حس ان الموضوع في قلق وطلب ان هو يتنقل في منطقة الشرق الاوسط، وتم نقله في مكتب المخابرات البريطانية في لبنان على اساس انه رايح بيدرس في الجامعة في اللغة العربية هناك. عميل بولندي هناك كان ده من ضمن الاستخبارات البولندية، وكان بعميل نشط في نفس الوقت مع الكي جي بي، راح بلغ برسالة للسي اي اي وراح كشف فيها جورج بليك، وقال واعلن هنا ان جورج بليك بادلة دامغة انه هو بيشتغل للكي جي بي، وانه هو فضح عملاء السي اي اي والام اي 6 في الاتحاد السوفيتي. البريطانيين ما حبوش ان هم يخدوه، فضلوا مستنيين وبيتعاملوا عادي جدا، قالوا بس ايه تعالى بقى عندنا هنا في بريطانيا عايزينك في موضوع. راح اتقبض عليه وتم استجوابه وتمت محاكمته في سنة 1961، واتحكم عليه ب 42 سنة سجن. في الوقت ده جورج بليك كان عمره 39 سنة، يعني يعتبر خد سجن مدى الحياة. فضل لغاية من 1961 لغاية 1967 مسجون، ولكن بيجي واحد عندنا كان ايرلندي كان اسمه سانبورك بيتم تهريب جورج بليك من السجن، ويقال ان سانبورك اقاويل بتقول انه كان تبع جيش التحرير الايرلندي، واقاويل تانية بتقول انه هو كان تابع للكي جي بي. في كلا الحالتين سانبورك طبعا لما هرب جورج بليك الدنيا قامت، الدنيا حملات تفتيش غير طبيعية في كل مكان في اوروبا في انجلترا، ولكنه كان مخبيه، وقدر الكي جي بي انه هو يتواصل مع جورج بليك ويهربه الى المانيا الشرقية، ومنها ذهب الى الاتحاد السوفيتي. طبعا استقبلوه استقبال الابطال والفاتحين، واتجوز وادوله بيت كويس جدا، واتجوز واحدة روسية، وفضل عايش هناك في قلب الاتحاد السوفيتي، وتكرم من بوتين وتكرم من شخصيات كتيرة، واتكتب عليه قصص وروايات جورج بليك على أساس أنه كان له دور كبير جدا في نقل كمية معلومات ذهبية للكي جي بي، إلى أن مات في سنة 2020 في شهر ديسمبر عن عمر 95 سنة. واحد هو من أشهر أو هو أشهر جاسوس فعلا في العالم. أتمنى للقصة الواقعية دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. لو حضرتك أول مرة تشرف بالقناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.